وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا جميل الحسن اللي نتابع معه آخر التطورات، وخاصة جميل أهلا بك، يعني تفاصيل أكثر لديك جميل، وخاصة بعد وصول الدفعة الثالثة إلى معبر موريك، لو تنقل لنا الصورة من فضلك. نعم فرح، اليوم في الساعة 8:30 تقريبا بدأت القافلة الثالثة من مهجري درعا والقنيطرة بالدخول عن طريق معبر موريك في نقطة الصفر. طبعا هذه القافلة المؤلفة من 24 حافلة تقل بداخلها 908 أشخاص، سبقها قافلة أخرى طبعا كانت تقل قرابة 2000 شخص، وهذه القافلة التي تعرضت لها ميليشيات الشيعية في السويداء في محاولة لإيقافها، ولكن الشرطة العسكرية الروسية تدخلت وأعادت مسار القافلة باتجاه الشمال حيث وصلت إلى معبر موريك ودخلت على عدة مراحل في المعبر. قامت المنظمات الإغاثية والإنسانية بتقديم الخدمات، كان هناك إصابتين حرجتين تم تقديم لهم الإسعافات الأولية ونقلهم باتجاه النقاط الطبية القريبة، أيضا كان هناك حالات مرضية كثيرة وخاصة في صفوف الأطفال والنساء. نتيجة هذه الرحلة الشاقة استمرت هذه الرحلة 10 ساعات ونصف دون طعام أو شراب ودون أي فترة استراحة أو قضاء حاجة. امتنعت ميليشيات أسد الطائفية عن السماح لهم بأي فترة استراحة، فكانت أولى هذه الاستراحات من جنوب سوريا حتى معبر موريك هي أولى الاستراحات. طيب جميل، هل تم الاعتداء على هذه القافلة من قبل ميليشيات حزب الله؟ لا، لم يكن هناك أي اعتداءات من قبل ميليشيات حزب الله، كان هناك فقط محاولات استفزاز للمهجرين وخاصة للعسكريين المتواجدين داخل هذه الحافلات، محاولات وإشارات نابئة ومحاولات استفزازية لهم، ولكن الأمور سارت دون أي اعتداءات ملموسة لهذه الحافلات أو اعتداءات ملموسة للمدنيين أو العسكريين. طبعا كان هناك أيضا العديد من الحالات الإعاقة، إعاقة منذ الولادة في هذه القافلة، خاصة قرابة 7 حالات إعاقة، أيضا كما تم نقلهم باتجاه المراكز المخصصة للمعاقات ولذوي الاحتياجات الخاصة. هذه الدفعة تم نشرها في جميع النقاط بريف إدلب وريف حماة وريف حلب. طيب جميل، ما المعلومات لديك حول إلقاء القبض على 5 عناصر من ميليشيا النظام ضمن هذه القوافل؟ نعم فرح، أثناء تواجدنا على المعبر تم إلقاء القبض على 5 أشخاص، وأثناء تحرينا للخبر قابلنا مدير المعبر أبو الهدى بشكل شخصي ومباشر، فأخبرني بأن هؤلاء العناصر هم عناصر تابعين لميليشيات أسد الطائفية وخاصة من المخابرات الجوية، بينهم ضابط برتبة ملازم أول، ولكن هذا الخبر لاقى العديد من الاعتراضات من قبل ناشطين ومن قبل فصائل من أو قبل عناصر، اعتراضات شخصية من قبل عناصر في الجيش الحر وعدة عناصر أخرى بأنهم لم يكونوا عناصر تابعين لميليشيات أسد الطائفية. نحن مصدرنا الخاص هو بشكل مباشر من مدير المعبر، منه شخصيا تحدث إلي وأخبرني بأنهم مخابرات جوية، ولكن بعد تحرينا للخبر أكثر فكانت الأخبار أن ما زلنا في طور التحقيق، سنخبركم بأدق التفاصيل. ستوافينا بكل جديد التحقيق. جميل، في نشرات لاحقة. أشكرك مراسل جميل حسن.